مشينا كنبحثوا ابتداء من موسم الفريق على افاق جديده على اشعاع دولي، وفعلا تحتنا تحلينا هذا الامر وعقدنا شراكات مع فرق. بدينا بالانديه الفرنسيه، لان لاكسيلا ليهم كان سهل، المشكل باللغه ما مطروحش، المشكل ديال العلاقات ما مطروحش الى اخره. فبدينا عقدنا شراكات مع فرق فرنسيه، اكاديميات فرنسيه كتنشط في مجال كره القدم، ويعني تبنى معهم زيارات، تبدلنا معهم خبرات، نظمنا تظاهرات رياضيه دوليات شاركوا فيها، مشينا نظموهم دوريات شاركنا فيها، شفنا المستوى اللي وصلوا له، وشفنا المستوى اللي وصلنا له، وفهمنا بان اوني سيغ لا بون، يعني العمل اللي كنقوموا به مقارنه مع الانديه الفرنسيه اللي اون برانسيب رائده في مجال التكوين في كره القدم، يعني الحمد لله اكتشفنا بان المستوى ديالنا كيضاهي الاكاديميات. فدزنا لواحد المرحله اخرى اللي اكثر اللي غتعطينا اكثر اشعاع وتعطينا اكثر قوه، وهو اننا ارتبطنا الاسم ديالنا انطلاقا من الموسم الماضي ارتبط رياضيا بواحد النادي كبير، نادي محترف في فرنسا، اللي هو اليوم الشريك ديالنا الاساسي والفعلي في مجال كره القدم، هو اللي في فرنسا ضمني من السيد لويس كومبوس اللي هو الديريكتور سبورتيف ديال ليل الفرنسي، اللي عنده تجربه كبيره واشتغل في فرق الحجم ديالها يمكن كبر من ليل، اشتغل في ريال مدريد، كان مدير رياضي ديال ريال مدريد عده سنوات، فاعترف اعتراف صريح وقال بان اكاديميه الادارسه تسير على الطريق الصحيح. شارك مع فريق بيتيس سيفيل إسباني ما هو إلا مشروع من بين المشاريع التنموية اللي كتقوم بها مدينة الرياضة الأدريسة ونادي فاس للرياضات من أجل تنمية الرياضة على مستوى مدينة فاس وجهة فاس على العموم، وخدمة للوطن، خدمة للشباب والرياضيين. يعني في كمرحلة أولى، بما أن الشراكات تبرمات في وسط الموسم، فبالنسبة لهذا الموسم الحالي اللي بقات فيه الله 4 شهور ديال الممارسة، فغادي نشتغلوا على جوج المشاريع. المشروع الأول هو أننا غادي نقوموا بواحد التجمع رياضي لفائدة الشباب المنتمي لمدينة فاس بمدينة الرياضات الأدارسة، ولكن التأطير الإداري والتأطير التقني كله غادي يتم عن طريق أطر تقنية وإدارية كتشتغل في نادي بيتي سيفيل إسباني. المشروع الثاني هو اننا غادي الوليدات ديالنا اللي كينتميو لفئه U11 U13 غادي يقوموا بواحد التربص اعدادي بمركز التكوين التابع لفريق بيتيس سيفيل اسباني. يعني هذا هو الهدف، يعني ان هذا هو الهدف، الكل كيعرف بانه الانديه الاوروبيه في بحث مستمر على المواهب والطاقات الشابه، فهذه فرصة أننا نعطيو ولا غتكون مناسبة للشباب المنتمي لمدينة فاس اللي عنده إمكانيات وطاقة مهمة تقنيا في مجال كرة القدم، أنه تتاح له هذه الفرصة باش يختبر من طرف تقنيين خبراء في مجال كرة القدم اللي كيشتغلوا في نادي بيتيس في أفق الانتماء لمركز التكوين التابع لهذا النادي.